الله يلا. تفضل يا ابن عمي فوق. يعطيك العافية. الله يعافيكي. خير ابن عمي؟ كأنك مو على بعضك. ما في شيء، ما في شيء. شلون ما في شيء تقبرني؟ اطلع على وشك بالمراية تقول ميت لك شيء ميت لا سمح الله. كمان اليوم ما في شغل. وكل الله، وكل الله وخليك صابر. بكرة رب العالمين رح يكافيك بصبرك. لك نحن مين إنا غير رب العالمين نتكل عليه؟ معلش تقبرني، طول بالك. يلا هلا دكة بكون الغدا جاهز. شو مساوي أكل؟ قاتلي لي كشك وبرغل عفن قلبي. ها الله يفتحها بوشك ويرزقك ويصير اعمل لك كل الاكلات الثانيه اللي بحبها قلبك، بس هلا ما قدامنا غير هيك، بدنا نساير الوضع. امين يا رب العالمين، الله يفرجها ان شاء الله. شو بدنا نساوي؟ اهلين بالشباب. اهلين يا ابو هلال. الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. شو صار معكم؟ حطينا شوالات مثل ما امر جنابك بالمستودع. يا عمي حطيناهم على جنب مشان يعني خالتي ام الهال وقت تيجي ما تلبك فيهم. بكره من الصبح ان شاء الله بكون عندك بالبواكي. بري عليكم، بري عليكم. الله هيك ان شاء الله البوس العافيه تكسي بدنكم. الله يخلينا يا عمي. الله يعافيكم الف عافيه. شرف عمي. حصك وحصوها. الله يخلينا اياك عمي. مني مانع دمها ان شاء الله. السلام عليكم. الله يرضى عليكم. الله معكم مع السلامة. الله معكم. الله معكم. لا اله الا الله. ليش مين قال لك انا بدي اولاد؟ مين قال لك؟ ليش احنا قدرانين نعيش لحتى نجيب اولاد والعيش والبحرة؟ تقبر قلبي مشان الله، استهدي بالرحمن وطول بالك. انت خليك صابر والا ما ربنا يفرجها. استغفر الله العظيم. رح اقوم احط لك غدا. لحظة. اليوم سويتي لنا كشك مو هيك؟ ايه. انت طول بالك ابن عمي، والا ما ربك يفرجها ويفتحها عليك وتعبي لنا هالبيت كله مونه. امين. عارفه شو؟ والله عم حس حالي يعني ظالمك معي، يعني لا اولاد ولا اكل مثل العالم والناس، والله حقك على راسي. كبر قلبي لا تحكي هيك، انت حبيبي وانا مستعده اعيش معك على الخبزه وعلى البصل. الله يطول بعمرك ويخلي لي اياك يا اصيله. هذا اللي ناقص، اجيب منك اولاد وعبي لك بيت المونه. لك وزياده عليك شويه هالبرغل والكشك كل شهر. ولك اخ اخ يا رفيقتي، امتى ربي بده يفرج همي وهمك؟ لك طولي بالك لك سعاد، طولي بالك وكلي ربي. موكلته موكلته بعدي اسمه، بس انا رح طق رح موت. يعني انا اللي قدي صاروا عندهم اولاد ومتجوزين وانا لا، هيك على وضعي قاعده. ليكني قدامك شحني متجوزه وما عندي اولاد. لك تقبشيني، لك تقبري قلبي. انتي ما عندك اخوات يتأنبروا عليكي، ما عندك نسوان اخوات يشغلوكي خدامة عندن وعند ولادن وعلى سكتي ورضعي انا رح طقها. والله ضحكتيني من قلبي حبيبتي. بكرة ان شاء الله بتتجوزي وبيصير عندك عر ولاد. ولك اضرب انا ما اسألني، دائما هيك بدج كلامي دج. صلي ساعة عم سق ونقع الأولاد قدامك، نعمة. لك لا تاكليهم، أنا رضيانة باسمتي ونصيبي. لك هدية، بتعرفي إنه أنا أحياناً بحزدك؟ يعني كيف هيك أنت صابرة وساكتة؟ لأنه أنا رضيانة باللي الله كتب لي إياه، بعدين خلص شيلينا من هالسيرة، بتعرفيني بحب حكياتك، شو صار مع الزهرية بالفرق وحاتي؟ ها وأنت سألتيني؟ كتب كتابها يوم الخميس. وأنا لساتني قاعدة عم بشرب قهوة وعم بضحك أنا وياكي. إن شاء الله عقبالك يا رب. مسكي مسكي كملي فنجانك. مرضت. ايوه ايوه مين؟ انا بلال يا اختي. شو وينه زكوان؟ راح السوق اخي.
شو أخذه على السوق؟ راح يدور على شغل. شغل شو يا أختي؟ إذا نحن عم نشتغل عند أبو هلال البوايك تبع حارة العطار ولسه ما خلصنا له شغله. والله يا أخي ما بعرف شي عن شغله. أختي الله يخليك، بس يرجع قلي له أبو هلال البوايك عم يسأل عنك. مين حلوة لسه ما خلصنا له شغله؟ إيه ماشي أخي ماشي، لا تاكل. يلا السلام عليكم. جيبك ما تاكلي. بن عمي اليوم اجى رفيقك بلال. شو بده؟ كان عم يسألني ليش ما رحت لعند الزلمة يلي عم تشتغلوا عنده. ايه؟ شو ايه؟ شبك ليش قلبت وشك ما تجاوبني؟ بعدين يعني استغربت ليش ما قلت لي عن الشغل؟ هو لأنه هذا الزلمة صرنا كم يوم عم نشتغل عنده، مرة معه مرة ما معه، الله وكيلك عم نشتغل مثل الكدش، ما أعطانا ولا برغوت واحد. الله يسامحك ويصلحك يا ابن عمي، تجي بتترك الشغل، شو انت كل يوم عم بيصحن لك هيك شغل؟ لك ايه بس هذا بقى انت واحد مطيلس ما بده يعطيني شيء. كنت على القليلة حصل حسابك القديم منه. شبه هدية؟ شبه من امتى تتدخل بشغلي؟ اه من امتى؟ تقبرني حقك علي، خلص لا تعصب، انا والله بس عم بحكي مشانك. استغفر الله العظيم. ولو يا أم حاتم هيك بتقطعيني هالقطعة؟ إيه لو ما بعتت وراكي ما كنتي إجيتي. يا تقبري قلبي ما بتعرفي نحن خمس حارات، وبهالخمس حارات ما في غيري أنا داية، وما بتشوفيني غير رايحة وجاية، هاي مطلقة وهاي عم تتوحم وما في غيري تقبريني عقبال ما أشوف أولادك إلهي. أنا مشان هيك بعتت وراكي. وليه؟ لا تكوني حبلي. لك يا خالتي مشان الله طولي بالك، لك ما في شيء من هاد. يا ليش شو في؟ جوزي ما بده اولاد. انا شنو من بين عيونه انا مقوص، في حدا ما بده اولاد؟ حدا بيرفص النعمه؟ الله وكيلك ناطف قلبي على ولد، وهو على الرايحه والجايه بيتحجج انه وضعنا على ايدنا وما بنقدر نجيب ولد، بس خالتي يعني انا بيني وبينك بعدت وراكي. يعني بلكي بتلاقي لي شي طريقة اقدر احبل فيها من دون ما يعرف هو انه بدون ما يحس. وليه مقوصة؟ ليش امك الله يرحمها ما علمتها؟ اسمعي لقلك لكان، شوفي بس لحتى يجي جوزي. يلا يلا. هدية هدية هدية. أهلين تقبل قلبي، يعطيك ألف عافية. الله يعافي قلبك، افتح يدك لقلك. يوه خذي نص مجيدية بحالة. هي إلي أنا؟ طبعاً إليك. لك روح إلهي ربي بيرزقك من عالي سما يا حق، يعني هي كلها إلي ابن عمي؟ اللهم آمين. طبعا إليك، أنا عم بشتغل مشان مين؟ مو منشانك، مشان البيت. الله يخلي لي إياك ولا يحرمني منك إلهي. الله يخلي لي. تقبلني يعني حاسبك هداك الزلمة يلي اشتغلت عنده؟ أنا زلمة؟ هي عطاني نص مجدي طول النهار بنص مجيدية، عجب بالك يا لك. الله يخلي لي اياك وتضل هيك عم بتدللني. الله يخلي لي اياك يا رب. الطبخة الطبخة عن نور. ايه لحقيها 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 لحقيها. الله لا يوفقك يا بلال، خسرتني نص مجيدي من ورا حيوانتك. ايه بس يلا ما عليه.
يعني مشان ما تشتري هدية علي. خلاص شو بدي اسوي؟ أنا صار لازم طالع هذا الصندوق من هون. هاي الكركمة بلشت تشتلق والنص مجيدي اللي سفيتها اليوم بعد يومين بيخلص مفعوله وبترجع تنق. بس يا ربي شو بدي أعمل؟ والله سكر مخي. لك وين بدي أروح فيه؟ وين؟ وليش لحتى طلعون البيت؟ ليش ما طالعك إلك من حياتي كلها؟ هو هيك، هو هيك. الهيئة نقطعوا مياتك من هالبيت. رح اشتاق كتير لمجدرتك اللي بتقرف مثل شكلك. بكرة باخد هالمصريات بعد ما اب على وش هالأرض وبتجوز خانة ومخنمة وخليك انت عايشة بالفقر يا وش الفقر. يخرب بيتك يا ابن الحلال، كل هالسنين عم بتطعميني كشكه وخبز يابس ومجدله وانت معك مصاري بتعيشنا ملوك. مشان هيك ما بدك تجيب ولد مني؟ ايه الله لا يهنيني اذا بخليك تتهني. عمى لك ليش الباب مفتوح؟ هدية هدية لك هدية
هدية! هدية! لحظة! لك منعت المصاري! لك أخذتها وسرقتها وراحت بنت الحرام! لك هدية! لك هدية! لك وين راحت هي؟ لك وين راحت هي؟ أخذت كل شيء! أخذت كل شيء! لك هدية! ما حيك ما ضل شيء بح ما في شيء صندوق هدية وينها هدية تعي 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 بح الحديدة ولا مرغوط ما ضل ما ضل ما ضل شيء تعي هدية اعطيني اعطيني مصاري هدية يا رفيق لا حول ولا قوة إلا بالله قم معي لجوع عجبتك قعدتك هون راحت راحت بح ما في شيء ولا مرغوط ما في شيء طاري 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 طلعت رحت وين صندوق؟ ما في شي صندوق بح 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 آخرة البخيل شفت آخرة البخيل بح بخيل ايه ايه هي آخرته نهر بيت وانت جنيت ما معي ما معي اعطيني 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 برغوت برغوت واحد بس اعطيني اعطيني ولا قوة الا بالله راحت طاري 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 وين هدية؟ طاري اعطيني اياها ما معي ما معي ما في شي هدية طاري 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 روحي.